دقيقة أدنوك. إذن على هذا الأساس إخواني الأعزاء، سؤال: ما هو موضوع بهذا البيان؟ موضوع وجوب الزكاة، موضوع الحكم الشرعي، لا موضوع التكليف، ها؟ ما هو موضوعه؟ الأموال. خب إذا كانت الأموال سيدنا العدد هذني المذكورة 9 أو أكثر من 9 أو إلى، ما هي؟ الجواب في جملة واحدة: هذه كلها مصاديق للمال. من عينها؟ يعينها الوالي والإمام والنبي، يقول في هذا الزمان هذه مصاديق المال، في ذاك الزمان ماذا؟ ذلك مصاديق وتلك مصاديق المال. إذن الآن فد جملة أقول بعد ذلك أوضح مفصلا، إذن أكو تعارض بين الروايات وما أكو تعارض بين الروايات؟ ها؟ أبدا لا تعارض، لأنه ذيك دا تتكلم في من قبيل أنه أنت جنابك أسألك مولانا النفقة في زمان أليف وفي زمان آخر شنو؟ باء. فإذا فرضنا أن الإمام بين مرة أليف ومرة بين شنو؟ باء. إذا كان في زمان واحد وفي ظروف واحدة بين شيئين، أقول أكو بينات شنو؟ تعارض. أما إذا كان بين مصداق في زمان قبل 50 سنة وبين مصداق آخر في زمان بعد 50 سنة، وشنو أقول؟ أقول أكو تعارض ولا أقول اختلف الزمان؟ من قبيل مولانا حتى يتضح لك أو أقرب المطلب إلى ذهنك، من قبيل أنه إذا تبدل موضوع التكليف، مو إذا تبدل موضوع الحكم الشرعي. هذا المكلف يروح يسأل الإمام يقول له: يا ابن رسول الله أصلي 4 لو 4 2 في الرباعية، يقول له صلي 4 ركعات. مكان مكلف آخر يروح يسأله يقول له: لا صلي شنو؟ ركعتين. أكو تعارض وماكو تعارض. إذا هذول زوجهم من الحاضرين في البلد، واحد يقول له 4 و1 2، أكو شيء بيناتهم شنو؟ تعارض. أما إذا واحد حاضر والآخر شنو؟ مسافر، أكو تعارض بين الروايتين؟ لماذا لا يوجد تعارض؟ لأن موضوع التكليف تبدل. هناك موضوع التكليف الحاضر، وهنا موضوع التكليف شنو؟ المسافر. تقدر تقول إذا نوقع التعارض بينهم، وهذا هو مما يؤسف له، غفل عنه مطلقا في عملية الاستدلال، في المنهج الاستدلال القائم عندنا. دائما جردت النصوص عن ماذا؟ عن ظروفها الزمانية والمكانية وتعدد الشروط كلها جردت. هي نظر هذا النص جعل بصف جنب هذا النص، هي قالوا شكو، ها؟ فتضخم عندنا باب التعارض مولانا. واقعا الإنسان من يدخل فقط العصمة احنا جاءت وخلصتنا مولانا، وإلا لو ما جاي العصمة واقعا نقول بأن أن المتكلمين يتناقضون يوميا، لو ما يتناقضون، ولكن لأنه آمنا بعصمة المتكلم قلنا ما يتناقضون. ليش ما يتناقضون؟ سوينا ألف باب وباب حتى نحل شنو؟ تعارضات. وإن بينك وبين الله، لو هذول مو معصومين، أنت شو تقول عن كلماتهم؟ واحد يقول واجب واحد يقول شنو؟ مو واجب، واحد يقول 9 وواحد يقول مو 9، شو تسمي هذا أنت؟ الآن لو أنا أقول هذا الكلام أقول 9 ومو 9، شو تقول؟ قلت تناقض، تآفت في كلام. ولكن لأنه أو أوكلنا إلى الرواة، قلنا بابا هذول نقلوا بالمعنى، هذول تقية، هذول ما أدري دسوا دزوير، هذول ما أدري ما فهم اللغة العربية، ما كانوا يفهمون، هاي 90% وديناها برأس منه، ها؟ برأس الرواة، مع أنه الواقع مو هالشكل، أصلا واقعا أي تناقض ماكو. أنت فهمتها ماذا؟ متناقضات ومتهافتة. جيد، خلي ذهنك هسه من حقك أن تسأل الشاهد على هذا الشيء. وهذا جمع من الجموع، احنا ذكرنا هذا الجمع الوجه الخامس، شاهد، عندنا شاهدين اخواني الاعزاء. الشاهد الاول هي المقدمة الثالثة التي اشرنا اليها. ما هي المقدمة الثالثة؟ المقدمة الثالثة قلنا بان الاسلام شريعة تستطيع ان تلبي كل احتياجات المجتمع البشري الى قيام ماذا؟ الى قيام الساعة. وحيث أن الزكاة يمثل ماذا؟ عصب البعد المالي لتأمين احتياجات هذا المجتمع الإسلامي. إذن هذا العنصر المالي يمكن أن يجف في زمان أو في كل زمان، لابد عنده قدرة على التأمين. ياهو من
انت تقول لي بانه اقول لك يابا هذا مجتمع على الاديره احتاج الى البعد المالي، يقول انا امن لك البعد المالي منين؟ من اليف. اقول له بابا اذا اليف راح عد شنو اسوي؟ لابد الشارع شنو؟ ينطيني بدائل. اما يقول لي خراح وش اسوي بعد؟ ماكو بعد مالي، وش نسوي بعد؟ هذا معناه يعني ماكو دوله اسلاميه، هذا معناه يعني اكو من يؤمن البعد المالي في المجتمع الاسلامي او لا يوجد؟ قل لا يوجد. وهذا يقبل هذا المنطق في الشريعه الاسلاميه او لا يقبل؟ نعم انت الان تقول لي الخمس الكلام، لا، الشريعه جعلت الزكاه هو ماذا؟ هو المؤمن، ولم تجعل الخمس هو المؤمن. تقول عشان تسوي في الخمس؟ اقول سياتي بحثه ان شاء الله، لا تستعجلون، سياتي بحثه. اذا لابد ان تكون الزكاه قادره على تامين كل الاحتياجات في البعد المالي للمجتمع الاسلامي، سواء في صدر الاسلام او كنا نعيش في عصر الذره او في عصر الاتصالات. وحيث التفتوا جيدا، وحيث أن البعد المالي بحسب تغير المجتمعات ثابت لو متغير، يعني بعبارة أخرى الثروة وإنتاج الثروة والثروة المنتجة هل هي ثابتة لو متغيرة؟ فإذا كانت متغيرة بطبيعة الحال لابد أن يكون البعد المالي أيضا تابع ماذا؟ تابع لهذا التغير. ولذا احنا قلنا بأن العنوان هو ماذا؟ هو المال. وهذا يصدق في سواء كان في صدر الإسلام غنم بقر إبل وتمر زبيب مال، وسواء في زماننا اللي هو أموال ونقود وما أدري كمبيوترات وما أدري طائرات وكذا، أيضا يصدق عليها ماذا؟ ها؟ متاع ومال. وأهل البيت في رواياتهم بعضها ذكروا رقيق، بعضها ذكروا ما أدري متاع، بعضها ذكروا أمور. واضح هذا المعنى؟ هذا هو الشاهد العام. طبعا هذا الشاهد العام كما تعرفون هذا الشاهد سيال، مو فقط مرتبط ببابي الزكاة، في أبواب متعددة هذا موجود.